مساء الورد والياسمين والعسل والجمال يا عسل. ساعتها العطسة ما تكسر تكسر نعمت ده النهاردة ليلة، هي الليلة وليلة الليالي. بصي هتشوفي سواد حدوتة حدوتة. هتحكي لي حدوتة ايه؟ حدوته؟ اه مين قال حدوته؟ ايه بنت انت متجوزه قبل فضيله؟ لا حدوته ليله العمر حاجه تانية. بس انت بس خلعنا شويه الشغل ده. طب هغيره واجيلك. الله اوعى تيجي وراي. استنى ما كلهم بيغيروا مع بعض في الاول في اول يوم. هغيره واجيلك يا طلع. بتغير ايه؟ بتكسر جوزت سويدة. طب في ايه يا ضلعت؟ لا بس انا فايق. ولا النهارده انت مستنيها بقالك 30 سنة. روح ليه؟ لا مفيش حاجة. رايح ساعة طبيعية. طب رايح ساعة لحد ما هي تيجي. وعازين كتير. ومين تاني؟ ومطربة بتاع اليومين دول جات وغنت. اسمها ايه؟ مش عارف يا فندم. يعني ايه مش عارف؟ ما سألتش ليه يا حسن؟ سألت يا فندم. اسمها ها؟ فلة وردة. وردة؟ قصدك ياسمينة؟ ياسمينة يا فندم. طب روح انت دلوقتي. تمام يا فندم.
برضه مش عايز تصحى؟ بصاري بصاري مش مشغل السخان ولا ايه؟ مالك يا بنت في ايه؟ مالك عايزه ايه؟ نمت يا دكر، نمت وسبتني لوحدي. نمت سبتك لوحدك؟ ده اللي الحراك ده؟ ده انا في شدة للحراك. ده طب انا بقولك ايه؟ اريح حبة بس واكمل معاك. قوم يا اخويا، انا عايز اخش دنيا. قوم. طب ما انا زي لو عهد الله نفسي اخش دنيا والحد اخرها. بس هي ركبي، بس هي اللي ما كانتش مساعداني. طب حركالك ولا تسكت. لا زينة، أنا طلعت يا زينة، أنا ليا اسمي، عيب عليكي، هتموتي يا زينة النهاردة، هتشوفي وجسمك وهو بيتطير في الأوضة دي يا زينة. هتنجز ولا نام؟ تنامي؟ آه. آه، ما أنت برضه ليكي حق. بص يا ماما، نوم تاني مفيش، الليلة دي صباحي، الليلة ليلتي يا ماما. هتشوف اللي عمرك ما شفتيه. انجز ويلا يلا. ماشي، بس انت قومي بس اضربي لي كده شفشه قهوه عشان حاسس انها لفه معايا. يلا بقى قومي نشوف اخرتها معاك. يبقى هاتي فوطه معاكي وانت جايه عشان لو هتطلبي ميه تاني. تعالي نسلم على مستر ستوا. صباحو. يا اهلا باحلى البنات. يا اهلا يا مستر ستوا. ايه الغيبه الطويله دي؟ شويه مشاغل. مستر ستوحي كتر خيره لما عرف ان عندي فرح النهارده ومرضاش يخصم لي اليوم، وقال لي لازما حتما اجيبك في ايدي واجي. الله، احنا عندنا كام سوسه؟ ان شاء الله يخليك. قولي لي يا سوسه، هو الواد صاحبك اللي اتعرفت عليه عندنا في المحل اللي اسمه لؤي ما بقاش يجي ليه هو واصحابه؟ معرفش. لا تقول لهم ييجوا، دول كانوا بييجوا يعملوا ترابيزه تقيله وبينفعوا المحل وهتستنفعي برضه. حاضر يا مستر ستوحي، هقول له. ايوه كده، حب الحريم اللي عارفه مصلحتها. اليوم محاكمة مخبري سيدي جابر ووقفة احتجاجية للقوى الوطنية. تنظر اليوم محكمة جنايات الاسكندرية وسط إجراءات أمنية مشددة قضية مقتل الشاب خالد سعيد في 7 يونيو الماضي، ووجهت النيابة الاتهام إلى أمين الشرطة محمود صلاح والرقيب عوض إسماعيل، ويعملان في قسم شرطة سيدي جابر باستعمال قسوة وإلقاء القبض بدون وجه حق والتعذيب البدني لخالد سعيد. من جهة أخرى حصلت شروء على نص تقرير. دم خالد سعيد مش هيروح حضر، بإذن الله مش هيروح حضر. اللي بيحصل ده لازم يبقى له نهاية. ارحميني من السياسة بتاعتك دي شوية يا سهام. يا شيخ ارحمي نفسك انتي من المذاكرة دي. ايه؟ انتي مش خدتي البكالوريوس؟ لازمتها ايه الدبلومة اللي انتي قاعدة تعملها لنا دي؟ مفيش شغل يا سهام، اقعد فاضية ولا اعمل حاجة مفيدة؟ المفيد انك تنزلي تشتغلي. انزلي دوري على شغل. ما انا لما اخلص الدبلومة يمكن الاقي شغل احسن. بقولك ايه يا سهام، هو انتي مش ناوية تصالحي دينا ولا ايه؟ اصالح دينا؟ انا كنت عملت لها ايه يعني عشان اصالحها؟ ليه يا سهام، انت نسيتي ولا ايه؟ من اخر مره اتخانقتي معاها وهي ما عتبتش البيت هنا خالص. هي حره براحتها. بس احنا بقى عايزين نصالحكم على بعض. بص يا سهى، البت دي بالذات بت تافهه، وانا ما بحبش الناس التافهين. يا سهام، دينا عندها ظروف وحشه وعندها مشاكل في حياتها الاجتماعيه. طب وانا اعمل ايه يعني؟ ما كلنا عندنا مشاكل. ما انا اهو عندي مشاكل في بيتي وعشان كده قاعده معاكوا هنا. طب وبعدين يعني هتفضلوا زعلانين كده مع بعض على طول ولا ايه؟ انا مش في دماغي. طيب ما عندكيش مانع انك تصالحيها؟ اصالحها بقى واعتذر لها والكلام ده؟ ثم ان انا اصلا ما غلطتش في اي كلمه قلتها لها. يا ستي بسيطه، انا اعتذر لها بالنيابه عنك. الو؟ ايوه يا ايهاب. سيدي يا سيدي، الحب الحب. طيب انا هخش اكلمك من وقتي. بقول لك ايه؟ ايه؟ خدتي بالك من الفلوس اللي بقت مع دينا؟ اه. جابتها منين؟ ما احنا كلنا عارفين البير وغطاه. ما اعرفش يا سهام، ما بحبش اسال. ده بقى هيبقى مكتبك من النهارده. الله، مكتب حلو قوي. يعني مبسوط يا ايهاب؟ اه طبعا،
ده انا كفايه اللي انا هبقى جنب سعادتك. الله يخليك. لا ولسه هتنبسط قوي معانا، بس خد بالك الشغل في الجيزه هنا كتير. وازاي الشغل في اسوان؟ ما انا فاهم طبعا. طب هسيبك انا بقى تاخد على المكان، وبكره هجهز لك الشغل بتاعك. لا انا جاهز وعايز ابتدي الشغل من النهارده. ياه كده؟ طب شايف الملفات دي؟ اه دول بقى القضايا بتاعتك، ابدا بقى اشتغل فيهم. طب واللي عايز ياخد على الجو النهارده يعني يعمل ايه؟ الملفات قدامك اهي، ابدا سم الله بقى كده واشتغل فيهم. شوفي بقى يا دندون يا حبيبتي، احنا اكيد اخوات، والاخوات لما بيزعلوا من بعض اكيد بيرجعوا يتصالحوا، ولا ايه يا جماعه؟ واحنا عايزين نصالحك على سهام. صدقيني والله دي سهام طيبه جدا. يا سلام، وانا يعني اللي مش طيبه؟ لا طبعا يا حبيبتي ما اقصدش، انا اقصد يعني ان سهام دايما اللي في قلبها على لسانها. انا بس اللي بيزعلني منك ان في خلاف بينا كبير، انا مثلا بهتم بالشان العام، اما انت لا. الشان العام؟ الشان العام؟ انا مالي ومال الكلام الكبير ده؟ ما كل واحد يخليه في روحه احسن. وكلامك ده بقى اللي بيزعلني منك. جرأة يا سهام، انت عارفه ان احنا عاملين القعده دي علشان نتصافى ولا ايه؟ بصراحه انا بيزعلني منك انك محبطه وما عندكيش استعداد للتغيير، ما عندكيش امل في بكره انه يكون احسن، لا عايزه تتحركي ولا تقدمي ولا حاجه فيكي تكون افضل. سهام كده القعده بقى ما بقتش مصالحه، دي قلبت معاتبه. واضح ان انتوا جايبيني هنا عشان تأنبوني. لا لا لا، احنا عاوزين المايه ترجع للمجاريه تاني وترجع الشقه تاني. لا معلش، انا مرتاحه في الشقه اللي انا واخداها دي، قاعده لوحدي ومكبره دماغي. قعدتك في الشقه دي في حد ذاتها غريب، يعني بعد حالتك النفسيه في الفتره الاخيره. معلش سيبوني على راحتي. طيب بقى تعالي زورينا على طول. اه هاجي ازوركوا عادي يعني مفيش مشكله. يعني صافيه لبن حليب يا قشطه. طيب مدام صالحنا بقى، كنت عايزه اسالك على حاجه، انت بتجيبي فلوس شقتك دي منين؟ بتصرف يعني. اصل انا ملاحظه يعني انه اللي... بقول لك ايه يا سهام، انت طلبتي حاجه عشان نشربها ولا طب ايه؟ طب انا هشد بقى عشان عندي محاضره خفيفه كده لازم احضرها عن اذنكم. ماشي حبيبتي، باي باي. طب حد بقى يقول لي دلوقتي في ميعاد محاضرات ايه ان شاء الله. امي يا زفت، وادي طالع. قوم يخرب بيت سنينك، زهقت منك. قوم زمان اهلك واخويا جايين ناقصين. انت اللي جابك هنا يا زين؟ اللي جابني هنا؟ جابني حظي الاسود عليا وعلى سنيني السودا، جاتك ليله يوم عرفتك. ولا هيجيب اهلي هنا دلوقتي؟ قال هيجيبوا فطار العرايس. لا 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 مش طلبوها بعدين، كلميهم قولي لهم نفضلهم نفضلهم، قولي لهم ما يجوش. اهم جم، اصحى بقى والبس، اصحى بقى يا طلع. طب اخرجي افتح لهم. انا العروسة بخرج في الاخر. يا ستي انت هتعملي لي فيها بنعمل مسرحية وانت البطلة الاول والاخر؟ قومي افتحي لهم وانا هجهز واجيلي. فوق وحصلني بلا سودة عليك. ايه ده؟ ده اللي كان فرح امبارح، بس كان لحد فين؟ اللهم صل على النبي. ألف مبروك يا عرايس. الله يبارك فيكي، تعبتي نفسك ليه بس يا خالتي؟ تعبك راحة يا دنايا، يا اختي بنت زي القمر يا اخواتي زي القمر. منورة يا خالتي. ايه ده يا ولاد؟ بدر منور يا زينة، اسم على مسمى يا بنت، مبروك. الله يخليك يا عمي منور. الله يخليك. صباح الفل يا أحلى زينة في الدنيا. صباح مبروك يا حبيبتي، ألف ألف مبروك. الله يبارك فيك يا طارق. مالك يا بنت في ايه؟ لا أنا كويسة مالي. يعني حاسك مش مظبوطة كده، في حاجة؟ خلاص يا طلبة يلا بقى. طيب تعالي. بسم الله ما شاء الله، شفت القصر بتاع ابني كله من خير. اسكتي يا وليه محسن من الاصحاب. الله اكبر في عينيك يا اخويا وفي عينيا. امال عريسك فين يا ست زينة؟ بيفوق وجاي. منورة يا خالتي. ربنا يخليكي يا اختي. دارنا ولعت عيش ولا حلوة طلعت. مبروك يا عريس. حبيبي يا ابني. ازيك يا عمر؟ سيبني يا عينيا. مبروك يا حبيبي. قمر قمر والله يا اخواتي. قمر؟
مكبر يا دلع هتطمني يا ابني. كلها مصمم تولع فينا برضه. ازيك يا ابو نسرس؟ صباح الفل يا طلعتي. مالك يا حبيبي؟ تعال تعال عشان عايزك في موضوع كده انا وانت لوحدنا. يا عم طب بلاش تخطفني كده. تعالي يا خالتي تعالي. اسمع يا طلعت، انا في كلمتين كنت عايز اقولهم لك امبارح، المفروض كنت اقولهم لك امبارح وما عرفتش، لازم اقولهم لك دلوقتي. ارغي البنت تحطها في عينيك تصونها، عارف لو حاجه لمستها ولا حاجه ضايقتها ولا حاجه جات لها كده او كده هقطع رقبتك. تمام. قديم قديم قوي، افلام ابيض واسود. ايه يا عم جاي لابس ابيض واسود وبتقول كلام ابيض واسود؟ ايه مالك يا عم؟ انت مش انا برضه اخو العروسه والمفروض نقول الكلمتين دول؟ يا ابني ده اصول لازم تفهم، انت حمار. تبرغي خلاص، تركز مع البيت. المهم دلوقتي عايزين نركز في الشغل. نركز في الشغل. Thank you.